هذه أنواع البذور التي أعطيها لطيور الضاري. هذا هو النوع الأول، يسمى عندنا البشنة أو الدخن باللغة العربية. أعطيه بكمية قليلة، يعني 25%. لا بد أن نعطي الطيور كمية قليلة من هذه البذور، لأنها تجعل الطيور في حالة يعني تصبح سمينة جدا، فوجب أن نعطي القليل فقط. الفلار يعني هو كما أسميه خبز الطيور، جميع الطيور تأكله. الفلارس نعطيه بكمية كثيرة، لا مشكلة، ليس غني بالدهنيات، يعني لا يتسبب في جعل الطيور سمينة. 75%. وهو بذور عباد الشمس. هناك بعض الطيور البعض التي تحبه، وهناك مع الطيور الأخرى التي لا تحبه، فقط القليل يعني.